السلام عليكم اخوة الاخوات، غير فقط بغيت نتحقق من واحد الامر، وهو واش كيوصلكم الصوت ديالي او لا؟ لانني كنحس بان هناك مشكل تقني على مستوى الصوت، هل يصلكم صوتي ام لا؟ هل يصلكم صوت؟ صراحة أمر غريب، لأن أنا عندي مشكل هنا ديال الصوت، ما كان متوصل بأي صوت، ما عملت حتى شي حاجة اللي كتمنع وصول الصوت. واش فقط الفيسبوك عمل هاد التقنية؟ لأنه بالفعل ما خصنيش أنا نستمع الصوت ديال الحاسوب، وإلا غادي يكون واحد ليكو، واحد الصدى، وغادي ينتج عليه أن الصوت حتى واحد ما غادي يسمعه. إذا أوكي تخي بيان، الأمور مزيانة ياك، الصوت كيوصلكم على شحال في 10 على 10، 5 على 10، على شحال؟ داكور السي او السي المغرب المغرب، هذه قصه اخرى معك السي المغرب المغرب، باسكو ما تكونش راجل او امراه، على اي راني طالعت السؤال ديالك وسوف اجيب عليه ان شاء الله في هذه الحلقه. على اي عندي مجموعه من الاسئله بعدا غادي نحاول الاجابه عليها، ومن بعد غادي نحاول ناخذ الاسئله اللي غادي تطرحوها في اللايف. ما غادي نسبق الناس بعدا اللي رسلوا لي الاسئله. اولا الناس اللي رسلوا لي الاسئله على مستوى الموقع makinbass.com، يمكن لكم ترسلوا الاسئله يعني دابا في هذا الموقع اللي غادي نتوجدوا، يعني الرابط ديالو في فيديو ديال التقديم ديال هذه الحلقه اللي عملته قبل البارح، غتوجدوا الرابط حطوا يعني السؤال ديالكم ساجيب عليه مباشره بعدما يعني اكمل من الاسئله الخاصه بالموقع. سانتقل الاسئله التي تم طرحها في يعني يوم تحت الفيديو اللي تم النشر ديالو يوم اظن الخميس، واجيب بطبيعه الحال في الاخير الاسئله ديالكم اللي كطرحوا فيها حاليا، ولكن صبروا معنا شي شويه. اذا غادي نبدا ان شاء الله بالاسئله اللي تم طرحها في الموقع ديال makinbass.com. هما صراحه فقط سؤالين، ولكن سؤالين مهمان. السؤال الاول هو من الاخ ياسين. الاخ ياسين كيقول بان السن ديالو 33 سنه، ويقول بانه كيعاني من واحد المشكل سميتو ارتجاع في المعده. ارتجاع المعده هو يعني صعود الاكل من المعده الى يعني ما يعرف بالمريء، فم المعده كنسميوه احنا بالدارجه، يعني بدون يعني اخراج هذا الطعام، غير كيرجع ليه، كيحس به بانه يرجع ليه، ويقدر يوصل ليه مثلا على مستوى العنق ديالو، يتسبب ليه مثلا في واحد النوع ديال الصعوبه في التنفس، او صعوبه في الهضم او استرجاع الى اخره. اذا هو ارتجاع بلا ما يوصل لدرجه انه تقيؤ، هذا هو الارتجاع. اذا سياسي كيعاني منذ ان كان صغيرا من ارتجاع في المعده، وكيقول بان المشكل ظهر ليه منذ ان كان سنه 15 سنه، وحسب يعني المنطق ديالو فهذا المشكل ابدا من يعني في هذاك السن، لانه كان كيستهلك بشكل مفرط الموز. وواحد النهار تعرض في واحد المغص معوي شديد، نتجت عنه الام وتقيؤ العصاره المعديه مع بعض الدم، لكنه لم يزر الطبيب ابدا. وفي سن 28 سنه، يعني تقريبا 13 سنه من بعد، قام السي او الاخ ياسين بزياره الطبيب، واستفاد من المنظار الطبي، وقال لي الطبيب بان المنظار ما بين حتى شي حاجه، اللهم واحد التهاب بسيط في المعده. انا ما عرفتش الاخ ياسين واش موجود معنا او لا، ولكن هنايا
راك ما عملتي جميع التحاليل الخاصه بالمشكل ديالك. انت كتقول كاين واحد الحاجه كنحس بيها، والطبيب كيقول لك ما كاين حتى شي حاجه. شكون هو اللي على صواب، واش انت ولا الطبيب؟ في الحقيقه هم انت والطبيب على صواب. انت عندك هذاك الاحساس، والطبيب عمل التيو المعروف بالمنظار ولم يجد شيئا، ولكن الامر لا يجب ان يتوقف على هذا الشيء. علاش؟ لان حسب الاعراض وال يعني العلامات المرضيه اللي كتحكيها نتايا، فربما اقول ربما انت تعاني من واحد المرض ما كيتشافش بالمنظار الطبي. هاد المرض مهم، هما مجموعه من الامراض، هما هي ليست امراض عضويه، بمعنى ان غادي تعمل الكاميرا مثلا او يعني غتستعمل المنظار غادي يبان لك هذاك المرض. لا، ما غاديش يبان هكذا، بل يجب الاستعانه بما يعرف ب لا مانومتري. هذا واحد الاداه اخرى، هي تقريبا تشبه الى حد ما المنظار، لكنها لا تقوم بالبحث عبر الرؤية عن مشكل ما، بل تقوم بقياس الضغط على مستوى فم المعدة المعروف بالمريء. هذا القياس هذا كيتيح لنا إخوان، واش كاين تقطع في الفيديو على حساب الصورة اللي عندي أنا؟ هناك تقطع، هل هناك تقطع؟ نعم أم لا؟ على أين؟ قلت خاصك تعمل ما يعرف بالمانومتري، هذا واحد النوع ديال التيو. الطبيب كيدخلو من الانف ديالك بعد بطبيعه الحال واحد النوع ديال التخدير، وكيدخلو حتى المريء ديالك، وكيقوم بقياس الضغط لا بريسيون اللي عندك تما في هذاك المريء. هذا القياس يقوم بتشخيص واحد المرض معين كيتسمى بالفرنسيه اكالازي، A-C-H-A-L-A-S-I-E. بحث عليه مزيان، وهو عبارة على واحد المرض كين يعني أن التشنجات أو التقلصات ديال المريء كتكون ضعيفة. ما تتخيلوش بأن فم المعدة هو عبارة فقط على تيو، فاش كناكلو الماكلة كتهبط مباشرة إلى المعدة. لا، هو كيشبه الأمعاء، فيه تقلصات معينة بواحد شدة معينة باش كتوصل الأكل، يعني بطريقة بطيئة نسبيا وبطريقة منتظمة نحو المعدة. وفي الفم ديال المعدة اللي كتسمى هو فم ديال المعدة، عندنا ما يعني واحد السفنكتر، واحد العضلة كتقلص كتحل وتسد، في حل الصنبور في حل البزبوز كتحل وكتسد. فاش كتنزل الماكلة كتحل باش تخليها تدخل، ولكن كتسد ما كتخليش الماكلة تطلع. في هذا المرض، شكرا دكتور محسن، في هذا المرض ديال لاكالازي، لاكالازي بالعربية لاكالازي، كتسمى لاكالازي بالعربية تعذر الارتخاء المريني. لاحظتوا معايا؟ المريئي، عفوا، تعذر الارتخاء المريئي. في هذا التعذر الارتخاء المريئي قلنا بان يعني ان الاكل ما كيوصلش بطريقه سهله ومنتظمه وبطيئه نسبيا نحو يعني نحو بطيئه نسبيا يعني منتظمه نحو المعدة. لا، كيوصل بواحد الطريقة غير منتظمة كتجعل بأنه ما كينزلش المعدة، وكيتوقف الأكل على هذا المستوى، وبالتالي كيحدث لك هذا الارتجاع. إذا عقل على جوج الحوايج، ما نومتري هو هذا التيو الخاص، وسول على هذه القضية ديال لاكالازي. إذا كنت كتعاني من هذا المشكل ديال لاكالازي، فهناك علاجات، سواء بالمنظار سواء بواحد الأدوية معينة، كتستعمل واحد لاتوكسين بوتوليك، واحد الميكروب بين قوسين
كيجعل ان هذوك التشنجات الغير منتظمه للمريء كتقاد ولا بريسيون كتقاد، يعني ان الضغط اللي موجود على المريء كيتقاد وقدرت توصل الامور بطبيعه الحال الى الجراحه. اذا سي ياسين ما كنظنش بان البنان هو السبب، لكن يمكن يكون سي ان فاكتور ديكلونشون، يعني عامل من العوامل اللي بينت هذا المشكل اللي كتعاني منه. اذا راجع اخصائي في الجهاز الهضمي وتكلم لي على هذا المشكل وتكلم لي على هذا المانومتري، واش عملتيها ولا ما عملتيهاش، ما عطيتيناش تفاصيل اخرى على اين انا من حيث يعني لا ديسكريبسيون ديالك المشكل، فكنظن بانك كتعاني من لاكارازي، من هذا المشكل ديال الارتخاء المريئي ديال المريء او مشاكل مشابهه، لان هناك امراض اخرى كتشبه هاد لاكالازي، ولكن هي لاكالازي هي الاكثر يعني اللي معروفه اكثر عندنا، وهي اللي كتاخذ الحيز الاكبر من هاد المشاكل ديال التشنجات ديال يعني المشاكل الغير العضويه فونكسيونيل كتسمى وظيفيه، مشاكل وظيفيه ديال المريء. نتمنى انني نكون ساعدتك في هاد المشكل ديالك. هناك الاخت السؤال الثاني على الموقع ديالنا اللي تم طرحه من الاخت مريم 27 سنه، كتقول بانها كتعاني من تقرحات على مستوى المناطق الحساسه، كنسميو حنا اللحم الرقيق، تقرحات معروفه بلي زافت. اغلبيه الناس وخصوصا النساء كيعرفوا اشنا هما لي زافت، جروح او تقرحات كتواجد في الغالب على مستوى يعني الفم، يعني اللحم ديال الفم من الداخل، وهي مؤلمه بواحد الدرجه كبيره، كتمنع الاكل، كتمنع الشرب، كتمنع حتى تحريك اللسان الى اخره. هادو لي زافت، هادو هما لي زافت. الاخت الكريمه كتعاني من تقرحات على مستوى الفم، وتعاني من تقرحات على نفس التقرحات او ما يشبهها على مستوى المناطق الحساسه، يعني الجهاز التناسلي، يعني الجزء الخارجي. وكتقول بانها استشرت الطبيبه في الامر وقالت لها بان المشكل كيتعلق فقط بمشكل ديال الجفاف المهبل، وبالتالي اثناء المعاشره الحميميه يعني تحدث هذه الجروح الى اخره. انا المنطق ديالي باش غنتكلم، انا غير كنسمع لي زافت، كنسمع افت، وبخصوص ما يعرف بافتوز. افتوز يعني لي زافت كيمشيو ويجيو، كيمشيو ويجيو، كيمشيو ويجيو. فهنايا طبيعه الحال اللي عنده غير افت مره ماشي مشكل، يمكن يستعمل فقط ما يعني لاسبيرين او لاسبيجيك، غنديرو شويه الاشاره ماشي مشكل. دونك كتاخد جوج اخرين شاد لاسبيجيك وكتحطهم في واحد نص كاس ديال الماي يعني دافي، وكتشلل بيه فمك، راه في الغالب كيمشي. او ممكن تستعمل بعض البخاخات اللي حتى هي كتساعد على ازاله هاد المشاكل. ولكن بالنسبه للناس خصوصا الشباب اللي عندهم اقل من 50 او 40 سنه، يعني الشباب ما بين 20 30 40 سنه كيعانيوا من هذا المشكل ديال لي زافت، خصوصا الا كانوا عنده لي زافت ديال الفم ولي زافت ديال المناطق الحساسه. وايضا ما عرفتش انا الاخت حيت قالت لي ما عندي حتى شي مشكل اخر، وتعاني ايضا مثلا من يمكن الاخت تعتبرها حب الشباب، او يعني تقدر ما ديرش في البال ديالها، يعني حبوب كينوض سورتو على مستوى الظهر في مناطق اخرى. المهم حبوب يعني شويه كبير، او كتعاني من مشاكل على مستوى لي زارتيكولاسيون، يعني المفاصل، خصوصا المفاصل الكبرى بحال مثلا المفصل ديال الركبه، او عندها مشكل في الـ في الـ في, الـ في البصر، ما كتشوفش مزيان، او ديما كيحمروا عليها عينيها، او كتحكهم كتحس بالترمل ديالهم. فهنايا راه الخوف الكبير هو انك قد تعاني مما يعرف من مرض بهجت. هذا المرض بهجت، المهم انا دايز في السيرفيس ديالهم، هذا هو البروفيل. لا راه غير حبوب، راه غير سخانه، راه غير بروده الى اخره. لا، كتعاني من تقرحات على مستوى الفم وعلى مستوى الجهاز التناسلي الخارجي. انصحك باستشارة اخصائي كيتسماو اخصائي الجهاز الباطني، لي ميدسان انترن، او اخصائي في الروماتيزم،
هاد جوج الاطباء، هاد جوج الاختصاصات هما اللي غادي يحددوا فعلا واش كتعاني من مرض بهجت او لا تعاني من مرض بهجت. مرض بهجت هو عباره عن التهاب عام في الجسم، سي اون فاسكولاريت لي لي فاسكولار، يعني لي للعروق، ماشي العروق، لي الشرايين كنظن، كينتج عليه يعني على هذا الالتهاب اصابه مجموعه كبيره من الاعضاء بهذا المرض. والخوف الكبير هو في جوج الاعضاء، في العينين وفي الكلاوي. هذا المشكل يسبب، قد يسبب يعني مرض بهجت قد يسبب العمى، والعمى الذي لا علاج له، وقد يؤثر في اشتغال الكلي على وجه الخصوص. اذا نصيحه اخويه، سيري عند اخصائي ما يعرف بالجهاز، اخصائي امراض باطنيه او امراض الروماتيزم، باش يطلب لك التحاليل ويحدد فعلا واش الامر يتعلق فعلا بهذا الافطوز او بامور اخرى. المرض في حد ذاته صعب التشخيص، وبالتالي فالطبيب الاخصائي هو اللي كيتكلف بالتشخيص ديالو، والعلاج ديالو كاين، ليس علاجا نهائيا، ولكن علاج كيجعل بان المرض كينقص من الحده ديالو، وبالتالي لا يؤثر في هاد الاعضاء الحيويه كما قلت، خصوصا الكلي والعينين. نتمنى بانني اجبتك يعني بشيء من التفصيل على الاسئله ديال، على السؤال ديالك. اذا كان شيء تفصيل اخر فيما يخص الاعراض المرافقه، فيمكن لك توضعي هذه التفاصيل في التعليق على السؤال اللي طرحتيه على الموقع، وساجيب يعني وساجيب عليه بكل سرور. غادي ننتقل للاخوه اللي وضعوا الاسئله ديالهم على الفيسبوك في الفيديو الذي اعلنا فيه باننا سنقوم ب يعني بث مباشر اليوم، يعني الفيديو ديال نهار الخميس. هناك الأخطها وهو يسأل عن أفضل علاج طبيعي لنقص الفيتامين د. فيتامين د ولا هو معروف مشهور عند الناس، كيساعد على امتصاص الكالسيوم وكيساعد على امتصاص الفوسفور، يعني أنه كيساعد على محاربة مثلا الأوستيوبروز، هشاشة العظام. اللي عنده مشكل ديال الفيتامين د عنده هشاشة العظام إلى آخره. على أين الأطروحة صحيحة. غير أنا بغيت نسأل الأخ اللي كان موجود معنا، هو علاش بغيتيه طبيعي؟ يعني الدواء اللي فيه الفيتامين دي فتقريبا ما عندوش شي تأثيرات جانبية أو شي مشاكل. إلا كنت كتعاني مثلا من حساسية من بعض المكونات ديال هذا الدواء ديال الفيتامين دي، هذا يمكن أن نناقشه. على أين أهم مصدر طبيعي للفيتامين د هو الشمس، ماشي ماكلة ولا شي عشبة ولا، هو الشمس. إلا كنت هي الأخ الكريم ما نعرف تقطن بإحدى الدول الإسكندنافية، أو ما عندكش مع الشمس، أو كتعاني من شي مشكل آخر كيفرض عليك أنك تكون محمي من الشمس، يمكن لك تستهلك بعض الأطعمة. ولكن إلا كان عندك حتى شي مشكل فهنايا انصحك مثلا، انا كما قلت لك، اولا خصك حتى يعني يكون عندك تفسير منطقي علاش ما بغيتيش تاخذ دواء، او السيده اللي كتعرف او يعني اللي عندها هذا المشكل مثلا كتحتاج يعني ديال ديفيسيت اون فيتامين دي، عندها مشكل في تركيز فيتامين دي، علاش ما بغيتش تاخذ دواء. على اين اجيبك على سؤالك؟ كما قلت الشمس، يمكن تعرض الشمس مدة واحد نصف ساعة جوج مرات في الأسبوع كافي باش يعني تاخذ الكمية اللازمة ديال الفيتامين دي يوميا. وإلا يمكن تستهلك بعض الأطعمة. غير المشكل أنك لو بغيتي تستهلك الأطعمة الغنية بالفيتامين دي فأنك ستصاب بمشاكل أخرى، لأن الفيتامين دي كيتواجد في الأطعمة الدهنية، كيتواجد في الأطعمة يعني الدهنية اللي فيها الدهون، اللي فيها الكوليسترول. الاخوه اللي ما كيعرفوش، راه الفيتامين دي اصلا يعني الاصل ديالو راه من الكوليسترول،
راه الكوليسترول هو اللي كيعطينا الفيتامين دي. على اين كما قلت كاين مثلا في الكبده فيتامين دي، كاين في البيض، كاين في الحليب، كاين في واحد العدد من الاسماك، اسماك بحال الصومون، بحال الحوت ديال القد، لك نتو سامعين بالحوت ديال القد، كاين في الكبده ديالو، تقريبا هو من اكثر يعني الاطعمه يعني الكبده ديال القد من اكثر الاطعمه الغنيه بالفيتامين دي. كما قلت كاين في الصومون، السلمون، سمك السلمون، كاين في السردين. ولكن باش مثلا تاكل يوميا هذه الاطعمه اللي هي غنيه بالفيتامين دي، فانك ستاكل كميه كبيره، نسبه كبيره من الدهون، وان كانت دهون بطبيعه الحال في اغلب ديالها مثلا بالنسبه للاسماك فهي دهون غير مشبعه. على اين المصدر الاول للفيتامين دي؟ هو الشمس. ثم هناك اطعمه، واذا لم تكن هناك مشكله من ناحيه الدواء فالادويه مثلا عباره عن مشروبات، يعني في براوات كيتشربوا مره، يعني ماشي يوميا، كاين اللي كيشربها مره في مثلا في الشهر، كتحتاج يعني فقط مره واحده، ولا يكون يعني لا تؤثر في الجسم. هناك سؤال اخر من الاخت اخلاص، وهي كتسال بخصوص الحمل، وكتقول بانها متزوجه منذ 5 اشهر، والدوره الشهريه ديالها منتظمه قبل الزواج وحتى بعده، لكن في الشهرين الاخير يعني الاخيرين اصبحت تتاخر باسبوع الموعد، والصحه ديالها جيده ولا اتناول اي ادويه. هنا الاخت اخلاص ما عطاتنيش السؤال، إذا كان سؤالك هو علاش الدورة الشهرية تأخرت بأسبوع، بالنسبة لنا احنا أسبوع فهو داخل في إطار العادي الطبيعي، لا مشكل. كيبان لي بأنك شوية متوترة على حساب يعني الحمل، أسبوع ماشي مشكل، يمكن وقع أن غالونجمون يعني طولت شويه العاده الشهريه. انا ما غاديش نقول لك بانه ما كاين حتى شي مشكل، لان هادشي كيحتاج الفحص، كيحتاج مثلا التفاصيل حول المشكل الى اخره. يمكن يكون التوتر في حد ذاته انه سبب اطاله الدوره الشهريه، بما انها كتجي ولات باسبوع، يعني انا الشهر الاول تعطلت باسبوع والشهر الثاني تعطلت باسبوع، يعني انا ولات منتظمه معطله باسبوع، ممكن انها ترجع، ممكن انها تبقى. على اين اذا كان عندك شويه توتر من ناحيه الحمل، فانت متزوجه فقط منذ 5 اشهر، حنايا ما كنبداو نقولوا بان هناك مشكل، يعني ان بروبليم دو فيرتيليتي، مشكل في الخصوبه، الا بعد مرور سنه. كاين اللي كيقول عامين، حنا كنقولوا سنه دابا، ولا تقريبا سنه. سنه الى وقع ما وقعش حمل، يمكن لك هذيك الساعه تستشري الطبيب. حاليا ما تستشري لا طبيب، لا يعني ممرض، لا صيدلي، لا حتى شي واحد. عيشي الحياه ديالك بطريقه عاديه وما تخافيش، ما تبقيش مركزه على هذاك على قضيه الحمل. الا كان عندك الاشكال ديال الحمل، باش انت تحيدي هذا المشكل من بالك، يمكن لك تستشري الطبيب حاليا، وهو غادي يدير واحد الفحص يعني الرحيم والنابضين كما كنقولوا حنا القرون الى اخره. وغادي شكرا سي عشيري، وغادي يعني فصل معاك الامر شيئا ما. ولا كنتي كتحتاج لبعض الادويه المساعده اللي تنظم لك الدوره الشهريه فهي موجوده. اذا انا بالنسبه للحاله كما وصفتيها انت، فانا هنا كنقول لك الامور راها في امان الله. الا كان شي مشكل اخر مثلا اثناء الدوره الشهريه، مثلا كتجي قليله، كتجي كثيره، كتجي مقطعه، يمكننا يعني ندخلوا في بعض التفاصيل، ولكن وفق التفاصيل اللي قدمتيها فانت لا تعاني من اي شيء. نتمنى الامر يكون صحيح. الاخ دابا الاخوان دابا الاخ سميتو الفتى المجنون، واش غنبدا نقول الاخ فتى المجنون؟ واسي الفتى المجنون،
نتمنى واخا انت عندك واحد الاسم بسودونيم حاطيه في فيسبوك تعطينا الاسم ديالك هكا باش حتى يكون حتى يعني الاخذ والرد فيه شويه ديال الاحترام وصافي. الاخ الفتى المجنون واخا الاخ الكريم كيسال هل يسبب نقص الفيريتين تساقط الشعر وما علاجه؟ الاخوان اللي ما كيعرفوش الفيريتين المهم الاخ من الاخر يتكلم على فقر الدم الفقر ديال الدم. شوفوا الاخوه راه الاسئله غير طرحوها انا غادي نحاول نكمل الاسئله الاولى غادي نتواصل معكم في هذه الاسئله اللي كطرحوها حاليا. انا دابا تقريبا راه قاربت نصف ديال الاسئله التي كانت مطروحه. قلت لكم الاخ كيسول على الفيريتين هل يسبب تساقط الشعر؟ الفيريتين كاين الفيريتين والترانسفيرين والحديد وكاين ايضا ما يعرف الليموسيديغين هادو كاع يعني دي بارامتر معايير اللي كنستعملوها باش نبحثوا على فقر الدم. فقر الدم الناتج عن نقص في الحديد حيت فقر الدم انواع. دابا فقر الدم الناتج عن نقصان في الحديد هنايا اول علامه بيولوجيه كتبان هي نقصان في الفيريتين. الفيريتين هي واحد البروتين الحديد في الجسم ديالنا كاين فيه غير واحد الجزء صغير جدا اللي كيمشي في الدم هكذاك الى تزداد على واحد النسبه معينه كيولي سام كيولي سم كيقدر يقتل الانسان. وبالتالي فاكثر كميات ديال الحديد التي يتم امتصاصها يتم يعني كما اقول يعني ما كتكونش يعني هكاك ليبر حره لا كتقوم واحد البروتين سميتها الترانسفيرين بالنقل ديالها والتخزين ديالها كيتم عبر ما يعرف بالفيريتين. وبالتالي حنا فاش كنطلبوا تحليل ديال فقر الدم قدروا ما نطلبوش الحديد نطلبوا الفيريتين لان هي من اول العلامات اللي كتبين بان هناك نقصان شديد في الحديد قبل ما تبان حتى التحليله ديال فقر الدم اللي معروفه بتحليل فقر الدم نيميراسيون فورمين سونغين الان اف اس كيجي عندنا كيبغي تحليل فقر الدم في الفيريتين يقدر يبان فقر الدم اكثر قل يعني باقي ما بانوا لا اعراض كثيره لا مشاكل اخرى يعني اضطرابات بيولوجيه في التحليل الاخرى. وكنطلبوا ايضا سي تي اف تحليل اخرى اللي هي الترانسفيرين كنشوفوا هذوك الطوبيسات او الطاكسيات اللي كيهزوا الحديد وكيديوه مثلا للبلاصه فين كيتصاوب الدم لان الحديد كيدخل في انتاج الدم هذيك حتى هي كتعبر. وهاد المعيارين فهما مهمين لدراسه يعني المآل ديال الحديد واش ناقص بزاف ولا نورمال الى اخره. وبالتالي في العلاج الا كان المشكل ديال تساقط الشعر عندك العلاج فهو علاج فقر الدم. باش تطلع الفيريتين خاصك تعالج فقر الدم الناتج عن نقصان في الحديد. ولكن راه ما كاينش غير تساقط الشعر يعني ما كاين فقر الدم تساقط الشعر ما كيكونش غير فقر الدم. الاخ ديالكم العبد لله فهو توا عنده مشكل تساقط الشعر ولكن راه هرموني راه هو جيني يعني وراثي. الا بغينا نديرو يعني نبسطو شويه كاين الوراثه. اذا انت الا كنتي فعلا كتعاني من مشكل ديال الفيريتين ناقصه راه عندك فقر الدم يعني الخاص بعوز الحديد يمكنك تاخذ ادويه ديال الحديد. ولا كان فعلا الصلع او سقوط الشعر ناتج على فقر الدم فغادي يتوقف عن التساقط. طبيعه الحال يمكنك تستشر الاخصائي ديال الجلد اللي يعطيك بعض الادويه اللي كتساعد على يعني نمو الشعر من جديد وبسرعه اكبر. الاخت النفس الزكيه عندها واحد المشكل كتقول بانها عندي مشكل كبير. النفس الزكيه هي كتبتها لي بالانجليزيه شي حاجه سبيريت انا درت لها النفس الزكيه من الافضل.
إذا كتقول بأنها عندها مشكل كبير في الحياة ديالها، وهي أنها كتخاف، وكتخاف من أن هذا المشكل تهدم لها الحياة ديالها. الأخت الكريمة العمر ديالها 29 سنة، وكتعاني من الاكتئاب والقنطة، والرأس ديالها كيألمها بزاف، ومشكلة أخرى بحيث أنها كتنوض كل صباح كتحس بالقلب ديالها كيخبط لدرجة أنه يعني أنها كتفشل، يعني كتقول أنها كتصاب بالإعياء، وعندها هذا الإحساس أنها تكره الحياة ديالها وكتبكي بزاف، وخوف كبير والضعف، ما كتقدر دير لها يعني الأشغال ديال البيت، وكتقلق والجسم ديالها ضعيف بزاف وكتحتاج للمساعدة. الأخت الكريمة، فأنت بنفسك وجدتي التشخيص ديال المرض ديالك. هاد الأعراض اللي كتعاني منهم فهم أعراض خاصة بالاكتئاب. اكتئاب، انت قلتي بأنني كنعاني من الاكتئاب، ليس اكتئابا فقط كأعراض كما ذكرتي، ولكن اكتئاب كمرض، وبالتالي فأنت بحاجة إلى مساعدة طبية. كنظن بأنك خديتي هذه المساعدة الطبية وكتناولي الأدوية ديال مضاد الاكتئاب، ولكن السؤال علاش منجحش العلاج؟ هناك مجموعة من الأسباب. أولها عدم الانتظام في أخذ الدواء. الدواء الأخت الكريمة ديال الاكتئاب خاصو واحد المدة معينة، راه ماشي فنيدة ديال الراس لا شربتيها راه من بعد واحد الربع ساعة راه غيفوتك راسك. لا، الأدوية ديال الاكتئاب، أغلب الأدوية ديال الاكتئاب كتحتاج ما بين ستة أسابيع إلى شهرين باش تعطي هذاك المفعول ديالها، يعني باش الأعراض تبدا تنقص بواحد الطريقة معينة. إلا كنتي الأخت الكريمة باقا ما خديتي حتى شي دواء، خاصك لا بد ما تستشري الطبيب، لأن هاد الحالات كيتطوروا، وانت كما قلتي بأنك كرهتي نفسك، وهناك نسبة كبيرة، ليست يعني كبيرة بالمنظور الإنساني، من المنظور الإحصائي فهي يعني نسبيا نسبة معتبرة ديال الناس اللي كيوليو كيفكروا في الموت وفي الانتحار. إذن كنوصيك وكنوصي العائلة ديالك، الزوج ديالك، الأبوين إلى آخره، الأحباب ديالك، أنهم يساعدوك في هذا الأمر وتشوفي أخصائي نفسي. العلاج راه ليس فقط علاجا كيميائيا يعني بالأدوية، فهو أيضا علاج سلوكي، علاج عبر الحوار. الطبيب خاصو يفسر لك الأمر، والعائلة ديالك تفهم المشكل اللي كتعاني منه، باش يعني المرض ديالك تخف الشدة ديالو وتحسي بتحسن. حنا كيجيونا مرضى عندهم المشكل ديال الاكتئاب، وبالإضافة إلى الدواء والانتظام في الدواء ومراقبة العلاج بين الفينة والأخرى، ما خاصكش الأخت الكريمة يعني تحبسي أو توقفي على الدواء بعدك، وخا تحسي بتحسن، خاص بطبيعة الحال كيما قلت بالإضافة إلى العلاج. فكنحاولوا نفسروا لهم المشكل، وكنفسروا للعائلة ديالهم ما هو الاكتئاب وماذا يلزمهم يعني عمله لمساعدتك على تجاوز هذه المحنة، ويكون خير إن شاء الله. غير المهم إذا كنت كتاخذي الدواء وقطعتيه، رجعي عند الطبيب ديالك. كنتي ما كتاخذيش الدواء، سيري عند أخصائي نفسي. كنتي كتاخذي الدواء ومازال كتعاني من هذا المشكل، أيضا راجعي الطبيب، لأنه هو الوحيد اللي يمكن يساعدك. وحاولي تنتظمي في أخذ العلاج ديالك وبالشفاء إن شاء الله. الأخت سارة، إذا سؤال آخر من الأخت سارة، كتقول بأنها كتعاني من فقرة منتفخة في العمود الفقري، ويقول الطبيب أن هذه الفقرة المنتفخة ما هي في حقيقة الأمر إلا شحمة، لكنها كتحس هي شخصيا كتحس بأنها شي حاجة صلبة، بأنه عظم وليست شحمة. وهذا الطبيب اللي قال لها شحمة اقترع عليها إجراء عملية للتخلص من هذه الشحمة، يعني تجمع للدهون. لكن طبيب آخر، يعني استشار طبيب آخر وهذا جيد، قال لها بأن لا تخضع للعملية لأنها ليست سهلة، وقد احتارت في أمرها ولم تعد تعلم ماذا تفعل. صراحة الأخت الكريمة راني تواصلت معك عبر الفيسبوك يعني كتابة، وطلبت منك أنك تمديني بالصور، لأن في الغالب هذه الحالات كيطلبوا مثلا ليرم يعني التصوير براني المغناطيسي، او على اقل تقدير سكانر،
ما توصلت بهم الاخت كريمه، انا تنا في حيره من امري، لان الشحمه راها شحمه، واش المشكل غير شحمه او المشكل عباره فعلا عن فقره، او ان المشكل ما بين الفقرات يعني الغضروف مثلا او وقع شي تمزق في شي مكان. هذا الشيء كيبان في التصوير بالسكانير او باليرم. من الافضل اليرم. الا كانت الاخت الكريمه كتسمع لينا حاليا فتواصلي معايا عبر الموقع، عبر الرابط. غادي نحاول كنظن غادي نحاول نوضع لك هنايا هاد الصفحه. حاولي تواصلي معايا باش نعرفوا الامور واش فعلا اذا الصفحه هي ظهرات، واش فعلا هي نفس الصفحه اللي ممكن تحطوا فيها الاسئله ديالكم، واش فعلا اليرام بينت شحمه او بينت فقره. راه كيبان هذاك الشيء واضح لا غبار عليه. صافي الاخت الكريمه، اذا هذا السؤال كيبقى بين قوسين حتى نتعرفوا على مجموعه من التفاصيل. الاخ او الاخت ميلانو، ميلانو مدريد، واش ساكن في ميلانو ولا ساكن في مدريد ولا كيمشي لمدريد وميلانو العزيز عليه ريال مدريد واسي ميلانو على اي نقولوا الاخ او الاخت الكريمه السؤال ديالو او ديالها هو كيف نعالج سكر الحمل. اذا سواء انه انسان متزوج او امراه متزوجه كتعاني من مشكل السكر ديال الحمل، اظن ان بعضكم سمع به السكر ديال الحمل. السكر ديال الحمل هو واحد هو سكري، سكري تصاب به المراه فقط بين قوسين، ماشي فقط ولكن اغلب الحالات تصاب به خلال فتره الحمل، غالبا انتهاء الثلث الثاني من الحمل، يعني فوق السابع، يعني السادس السابع الى اخره. في هذه الفتره هذه يمكن بعض النساء الحوامل يصبن بسكر ديال الحمل. السبب هو اصلا ان الحمل كيطلع السكر، كيطلع السكر، كاين واحد الهرمون كيفرزو المشيمه كتطلع شويه معدلات السكر. كاين اللي عندها خارج المراقبه كيجعل بان السكر كيطلع لواحد يعني لواحد المستوى كيجعل ان المراه الحامل تصاب فعليا بالسكر. غير هو كاين جوج حالات، كاين المراه اللي ما قبل ما تحمل هي عندها السكري ولكن ما تعرفات الا بعد الحمل، وبما ان الحمل كيرفع اصلا من السكر هنا كيبانوا الاعراض ديال السكري تماما. او ان المراه لم تكن مصابه بالسكري وبالتالي اصيبت به فقط خلال فتره الحمل، والعلاج ديالو هو نفس علاج السكر، يعني مرض السكري او داء السكري، الا اننا لا نصف الفانيد لي بيلول يعني الاقراص ديال الادويه اللي معروفه لانها ممنوعه عند المراه الحامل، الى احتاجت للعلاج الدوائي كنعطيو الانسولين. في اغلب الحالات كتقدر تحتاج الى حميه اللي كتركز على الابتعاد عن السكريات اللي عندها مؤشر السكر ديالها عالي، اللي كتعرض للسكريات السريعه، الانتظام في الاكل، الابتعاد عن الدهون الى اخره، يعني ما ينطبق على المراه او الرجل، على المصاب بالسكري ينطبق على المراه الحامل. وفي اغلب الحالات فبعد الوضع كينتهي هذا السكري، لكن بطبيعه الحال السكري خلال الحمل كيتعتبر خطير لا على المراه لا على الطفل. الطفل بعض الاطفال، واحد النسبه كبيره من الاطفال كيتزادوا بدناء. علاش؟ لان عندهم واحد ارتفاع كبير في الانسولين، لان السكر اللي كيكون عند الام طالع كيكون عند الطفل، والطفل كيبدا كيفرز في الانسولين بواحد الدرجه كبيره، هو باقي ما وصلش لمرحله النضج، وبالتالي كيفرز الانسولين يعني بدرجه كبيره. والمعروف ان الانسولين هو كيغلب، راه ما كيرققش الانسولين، راه ما كيضعفش الانسولين، كيغلب الانسولين كيطيح السكر في الدم عند المصاب بالسكري، ولكن السكر فين كيمشي؟ راه كيمشي كيخزنو، كيمشي كيخزنو في الكبده، وكيمشي كيخزنو في العضلات، وكيمشي كيخزنو
في الخلايا الدهنية على شكل دهون. يعني راه ماشي غير كيطيح السكر وداك السكر كيتبخر، لا راه يتم تخزينه في اغلب الحالات على هاد على شكل شحوم. اذا الانسولين كيطلع كيهبط السكر ولكن كيتسبب في السمنه، وبالتالي في الطفل يعني الجنين كيخرج يعني بدين شيئا ما، وفي هذه الحاله حتى هو يمكن يصاب بالسكري. اذا بالنسبه للمراه الحامل المصابه بالسكري خاصها تعرض نفسها على اخصائي ديال امراض النساء والتوليد باش يعطيها العلاج، سواء كان علاج عباره عن حميه او مع الانسولين، بالاضافه بطبيعه مع المراقبه الى اخره. وبطبيعه الحال كيكون واحد لونتروتيان، واحد استجواب باش يعرفوا واش اغلب الحال يعني في الغالب واش السيده مصابه فقط بالسكري ديال الحمل، او انها كانت او هناك احتمال انها كانت مصابه قبل الحمل ولم يظهر هذا السكر الا في هذه الحاله. بطبيعه الحال هناك مراقبه بعديه بعد الوضع للتاكد من هذه الفرضيه. اذا هناك علاج للحمل للمراه وللجنين. الاخ سليم هارون السن ديالو 40 سنه يقول انه يعاني منذ 8 سنوات من تصلب في كامل العمود الفقري وآلام مع تحدب اعلى الظهر. احنا كاطباء مغاربه التحدب ديال الظهر اول حاجه هو سل، كنفكروا في السل بالنسبه لي انا شخصيا. اذا كيبان لي بان ما ذكرتيش التفاصيل كامله، ما يمكنش بانك منذ 8 سنوات وانت تعاني من تصلب على مستوى العمود الفقري مع تحدب، ولم تستشر طبيب ولم تقل بتحاليل ولم تعمل تصوير اشعاعي، لا هذه الامور غتكون عملتيها. اذا اشبينوا هذوك التحاليل والصور، هل ظهر المشكل ام لم يظهر بعد؟ كاين مشاكل اخرى اللي كدير هذا الشيء، ولكن خاصنا بعض التفاصيل. هل ان كنت تعاني من مرض السل سابقا؟ هل عندك مشاكل مثلا ديال العظام اصلا؟ هل تعاني من امراض، هل كنت تعاني من مرض ما خلال طفولتك؟ ما هي الامراض التي تعاني منها حاليا؟ ما هي الادويه التي وصفها لك الطبيب؟ هل تم تشخيص المرض من الاخر؟ هل تم تشخيص المرض ام لا؟ وما هي الصور والتحاليل التي تم عملها؟ اذا التفاصيل، راني ركزت بزاف على القضيه ديال التفاصيل. راه الطبيب كيبقى مقيد الا قلتي لي بحال هذا السؤال اللي غايقول الاخ دابا اللي من وراك. الاخ خليل كيقول لك عندي امساك، واش هذا دابا سؤال فيه تفاصيل؟ ليست هناك تفاصيل. منذ متى الاخ الكريم عندك امساك؟ والامساك واش امساك دائم مزمن يعني، او امساك حاد مره، او هناك تناوب بين الامساك والاسهال؟ هل هناك الام معينه؟ هل هناك بواسير؟ هل هناك مشاكل في التغوط؟ هل تعاني اصلا من امراض اخرى؟ مثلا الامساك يقدر يكون عندك مشكل مثلا في القواطر. هذو تفاصيل كيحتاجهم الطبيب باش يعرف علاش غيتكلم. الا كنتي كتعاني فقط من امساك معزول، فاول حاجه خصك تعملها انك تكثر من شرب الماء. كننصحو حنا بشرب الماء قبل الافطار بنص ساعه، واحد جوج كيسان يعني شويه البروده، ماشي بادين بزاف، لانها كتاكسيتي هذاك يعني كتقول الامعاء تهيئي راه الاكل في الطريق. الابتعاد عن التدخين، الابتعاد عن المشروبات الغازيه الكحوليه، الحلوى كثيرا، الابتعاد قدر الامكان عن القطنيه، اكل الخضر والفواكه الغنيه بالالياف. احنا في القانون ديال التغذيه الصحيه خاصنا ناكلوا على الاقل 30 غرام من الالياف كتكون في القشور، كلوا شي حاجه اللي فيها القشور كما كانت القشره، اي يعني لا خضار لا في الخضار لا في الفواكه لا في الحبوب، الحبوب الكامله. ما تبقاوش تاكلوا الفورس بزاف، راه كتحيدوا داك القشره ديالو اللي هي فيها داك الشيء المهم، فيها الفيتامينات المهمه الى اخره. اذا
وبطبيعة الحال ممكن يعني تستهلك بعض الأدوية، تناول بعض الأدوية الخاصة بالإمساك، ولكن راه إلا كان إمساك بسبب مرض ما راه يجب علاج المرض وليس الإمساك فقط، راه يمكنك تعالج الإمساك ويرجع. بل إن هناك أدوية مشروبات عبارة عن مشروبات ما بقاتش بزاف، كاين فانيد لحد الآن باقي كيتباع ما نذكرش الاسم ديالو، معروف مشهور، إلا تناولتيها بطريقة مزمنة هي كتولي هي السبب في الإمساك، لأن الجسم ديالك كيتعود عليها، وبالتالي كتولي إذا ما شربتيش هذاك الدواء ما كتسهلش. إذا طبيعة الحال كنصحك تستشر طبيب وتناقشوا في الأمر وتقول ليه دكتور أنا خديت الدواء الفلاني والدواء العلاني واستشرت أكثر من مرة وما زلت أعاني من الإمساك، وما تبقاوش دائما تنتظروا من الطبيب يكون عنده حل سحري ميغاكل أنه يعطيك السيرو وسير تشربيه تما في العيادة وغيفوتك الحل. لا، إذا شربتي الأدوية وما فاتكش الحال خصنا نديرو تحاليل. الطبيب ولا أكثر يعني ولا مكبل أكثر من السابق بهذه المشاكل، لأن تنوع الأمراض وكيتشابهوا، خاصنا نعملوا تحاليل. كنحاولوا في يعني واحد الإطار معين أننا ما نكتبوش تحاليل، لأن احنا عارفين القدرة الشرائية فهي قليلة، ولكن لو وصلت الأمر بالعكس إلا عطيت كانت تحاليل راك نحترم القدرة الشرائية ديالك، وإلا غتبقى تشتغل في الأدوية هكذا. إذا يجب التعرف على سبب الإمساك لعلاج الإمساك، وكما قلت ممكن لك تبدا بهاد الامر ديال الماء، شرب الماء يعني كميات على الاقل واحد لتر ونص في النهار، الخضر الفواكه، الاطعمه الغنيه بالالياف، الابتعاد عن جميع يعني الاكل الاكلات السريعه يعني ديال برا، السندويتشات، البوكابيوسات، القطنيه الى اخره، راه غتساعدك وغتحس بتحسن، ويمكن بعض الادويه تساعدك إذا كنتي خديتيها وكنتي استعملتيها. فهنا من الأفضل أنك تعمل بعض التحاليل باش نتعرفوا على مشكل ديال الإمساك. الأخت الكريمة هذه حيت يبدو أنني شاهدت الاسم ديالها، أظن زينب، عندها اسم مستعار المغرب. أظن الأخت زينب على أين؟ الأخت الكريمة تقول هل يوجد علاج لفقر الدم؟ لأن الأم ديالها كتعاني منه كثيرا. فقر الدم الأخت الكريمة هناك عدة أنواع من فقر الدم، غير هو بكثرة يعني انتشار هذه الكلمة فقر الدم فقر الدم فقر الدم، فنحن أصبحنا نتكلم عن فقر الدم الناتج عن عوز الحديد، يعني فقر الدم بسبب الحديد ناقص. طبيعة الحال كاين علاج لفقر الدم، غير هو إذا كانت خدات العلاج لواحد المدة كتجاوز 6 أشهر وبقى عندها المشكل، فهنا كيتطرح السؤال لماذا؟ لأن فقر الدم في الحالات الطبيعية فإنه قابل للعلاج بدون أي مشاكل. ربما الأم ديالك الله يخليها لك تعاني مثلا من مشكل ديال الروماتيزم، البرودة، والبرودة كتعمل واحد التهاب مزمن، يعني هي كدير التهابات مزمنة، وهاد الالتهابات المزمنة كتستهلك هاد الحديد اللي عندنا في الدات ديالنا، وبالتالي خصنا احنا لازم ما نقول نستهلكوا فيه بواحد الطريقة معينة. مثلا أقول مثلا إذن إلا ما كنتوش متأكدين بأنه فعلا يتعلق الأمر بفقر الدم الناتج عن الحديد، فهنا خصكم تعملوا التحاليل كاملة، ليس فقط تحليلة ديال فقر الدم الأنفاس المعروفة في تحليلة فقر الدم، تعملوا تحليلة ديال الحديد، نسبة الحديد في الدم، الفيريتين والترانسفيرين CTF، CTF فيريتين لفاغ أنفاس. إلا كانت فعلا المشكلة عندها في الحديد وما خداتش الحديد، العلاج ديال الحديد يعني الادويه ديال الحديد راه كاينه، خاصها تاخذهم بمراقبه طبيه، ولا خداتهم المده لا تقل عن 6 أشهر وما زالت تعاني من فقر الدم، لانكم كتعملوا مراقبه بيولوجيه للمشكل، فهنايا السؤال كيبقى هو علاش كاينين تحاليل اخرى يجب عملها
تحاليل بالخصوص تحاليل دمويه والبحث في امراض اخرى ممكن تسبب دائما نقصان في الحديد، مشاكل في الدم اخرى. كنت كسبت واحد الموضوع على هذا الامر، بان راه ليس عوز الحديد هو المسؤول الوحيد عن فقر الدم، راه موجود في الموقع. غادا تمشي، انا غادي نحاول نوجدو لك. يمكن لك تطالعي هذا الموضوع، راه موجود على الموقع الخاص بي. وهذيك الساعة غادي تشوفي الأسباب الأخرى للحديد لفقر الدم عفوا. إذا كان شيء إضافة أخرى ممكن لك تحطي تعليق على الصفحة نفسها اللي حطيتها اللي عملتها لك دابا، وسنناقش الأمر فيما بعد. هناك أخ يسأل كيف نعالج تكيس المبايض. إخواني ما كيعرفوش تكيس المبايض، بطبيعة الحال هو مرض كيصيب النساء، و بحيث ان هذا المرض ينجم، باقي ما عارفينش بالتحديد السبب ديال تكيس المبايض، ولكن كيقولوا بانه اضطرابات هرمونيه، بحيث ان المراه اللي كتعاني تكيس المبايض كيكون عندها واحد ارتفاع صاروخي في بعض الهرمونات الانثويه، وايضا تواجد غير طبيعي لمستويات غير طبيعيه من الهرمونات الذكوريه. ان المراه كيكون عندها حتى الهرمونات الذكوريه بواحد النسبه كبيره، لان كما كنلاحظ كاين واحد النسبه صغيره من الهرمونات الذكوريه، ولكن هي عندها المراه المصابه بتكيس المبايض عندها نسبه كبيره، كتجعل بان الجريبات الماء ديال المراه اللي كنقولوا بالدارجه الماء ديال المراه اللي كيكون في المبيض انها ما كتنضجش، لا تنضج باش تفرز البويضه اللي يمكن تعطينا حمل مرتقب، لا تنضج وتتحول فقط الى اكياس، وهي علاش تسمى تكيس المبايض. تكيس المبايض بالنسبه للنساء اللي من المحتمل انهم كيعانيوا منه، فهو كيتميز بان المراه كتكون بدينه شيئا ما، وكتعاني من مشكل ديال تكون الشعر، عندها الشعر كثير، مثلا الشارب، على مستوى الشارب، على مستوى الساقين، كيبان بان هذا الشعر غير طبيعي بالنسبه لها. عندها مشكل اخر، وهو ان العاده الشهريه كتكون قليله، كتكونش مزيانه العاده الشهريه، كيكون اضطراب في العاده الشهريه، سواء ما كتكونش مثلا كتجي شهر وشهر لا، او كتكون هي اصلا قليله. ولا كانت المراه متزوجه غالبا كتوجد صعوبه في الحمل. العلاج ديال المرض ليس هناك علاج نهائي، المرض لا يوجد له علاج نهائي. هذا ما كيعنيش بانه لا توجد ادويه اللي كتساعد على التقليل من الحديد ديالو. بطبيعه هناك مجموعه من الادويه اللي هي في اغلبيتها هرمونيه كتقلل من هذا المشكل. بالنسبه حتى المشكل ديال يعني الا كان الاخ او الاخت كتركز اكثر على الحمل، فهناك يعني نسبه مهمه من النساء اللي عندهم هذا المشكل وكان عندهم مشكل في الحمل، فانهم كيحملوا وكيولدوا. غير هو خاصنا نتاكدوا من ان المرض هو فعلا تكيس المبايض، ونبداو في العلاج مبكرا، وان شاء الله يكون خير. اذا كما قلت هذا الامر هذا كيحتاج الاخصائي بطبيعه الحال. وشخصيا انا كانت عندي حاله، لان الحالات قلال نسبيا، حاله تبعت عند اخصائي، يعني صيفت عند اخصائي تبعت عنده، وقع حمل والحمد لله. اذا تكيس المبايض الا كنتو كتعاني من هاد الاعراض، قله في دم الحيض او اضطراب في العاده الشهريه، زائد ماشي دائما، زائد بدانه غير يعني مفسره، سيدا ما كتاكلش بزاف مثلا الى اخره، زائد كما قلنا يعني الشعر كثيف على مستوى الشارب مثلا، على مستوى الساقين،
كاينه المراه اللي كتعاني حتى من حب الشباب بواحد الطريقه كبيره، لان هرمونات هادو زايدين عندها. ومشكل في يعني عدم الانجاب او التاخر في الانجاب او كيخسر ليها بنادم الى اخره، فهنا خصها تعرض نفسها على طبيب عام باش حتى هو يشوف هل فعلا الامر يتعلق بتكيس مبيض، لان التكيس المبيض التشخيص ديالو نسبيا سهل عبر الفحص بالصدى وعبر بعض التحاليل البيولوجيه الهرمونيه. واذا كان الامر كذلك فهو س يعني يعني ينصحها باستشارة أخصائي أمراض نساء وولادة. إذا انتهيت من الأسئلة التي تم طرحها. كنظن بأنني غادي نبدأ في الأسئلة التي طرحت منذ البداية. اخوان حاولوا تكتبوا الاسئله بنوع من الوضوح. أخ محمد خشاب، فسؤالك ما فهمتوش. دكتور كيف أقضي على ضربات في اليد؟ صراحة سؤالك ما فهمتوش، ممكن لك إعادة طرح السؤال في التعليقات. الأخ مولاي الحسن من أنزقان، وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور التوتر العصبي، دابا شتي في التوتر كاينين جوج الحالات. بطبيعة الحال يعني طبيعي أن الإنسان يعني يحس بالتوتر، طبيعي. هناك يعني ظروف، ملابسات، مشاكل، خصومات، يعني ستريس دو بيرفورمانس، واحد خاصو يعمل شي حاجة ومتأكدش من نفسو، عادي انه يحدث التوتر. ما ليس عادي هو ان هذا التوتر يستمر كيصبح مزمن، هذا هو المرض. راه كاين لو ستريس اللي هو التوتر العادي، وكاين لونكسيتي. لو ستريس راك بنفسي كامل يمكنك التغلب عليه، يعني بعد مرور واحد الوقت معين من هذاك المشكل اللي حدث لك هذاك التوتر، فممكنك تقضي عليه بنفسك، تغلب عليه. ثم هناك لونكسيتي هو اللي كيبدا كيدخل في المشاكل او في الاضطرابات المرضيه النفسيه، فهنايا المشكل كيحدث وكينتهي المشكل وانت كتبقى عندك توتر عصبي. وبطبيعه الحال هنايا غاديش نقول لك مثلا استشر او لا تستشر الطبيب، فحسب الحالات. كاين اللي كيكون يعني بنفسه كيحاول يتغلب على هذا التوتر، ولا حسيتي بنفسك بانك غير قادر على التخلص من التوتر ديالك، فبالامكان استشاره طبيب عام او اخصائي ليساعدك، سواء بامور تتعلق بنمط الحياه، الابتعاد مثلا عن الضوضاء، عن المشاكل، الابتعاد عن يعني كل ما قد يؤثر في النفسية ديالك. ويمكن أن يساعدك بأدوية تزيل التوتر، أدوية طبيعية أو أدوية كيميائية حسب الحالة وحسب حدة المشكل. والتوتر العصبي راه ليس مرضا، يعني المزمن ليس مرضا واحدا، بل هو عدة أمراض، أمراض عديدة تعد بالعشرات. أخت حليمة، كبر شوية من
الخط. تقول سلام دكتور، واش هو الإكزاما اللي كيديرها مريض دوالي الخصية عند الغاديولوج، علما أنا طبيب مساكن البولية؟ مد لو دوا 3 موا وقالوا كيكملو يروح. صراحة ما فهمتش السؤال. أيضا هنا يا الأخت كتكلم على دوالي الخصية، دوالي الخصية التشخيص ديالها هو تشخيص سريري، يعني عبر يعني فحص طبي، وأيضا تشخيص يعني بالإيكوغرافي بالفحص بالصادة حتى نحدو أش من ستاد، يعني لأن فيها بزاف يعني أنواع الحدة ديالها، كاين واحد جوج ثلاثة مثلا، باش كنحدوها هل تحتاج مثلا إلى علاج جراحي أم لا. إذا فالتشخيص هو سريري إكزامان كلينيك، وأيضا تشخيص بالفحص بالصادة. كنشكر الإخوة بطبيعة الحال على يعني الشكر ديالهم. أيضا سي مصطفى اليماني كيقول دكتور سيبلي عليك، عليك ما تخلعش الناس الى طباع ما فيهمش الانسانيه، كيقولوا غير على الفلوس. احنا كنبقاو في اطار الاحتمالات، احنا كنحاولوا غير نفهموا الناس هذوك الاعراض اللي كيعانيوا منها، وهما خاصهم علاش غيخافوا الناس، خاصهم بالعكس يمشيو ويبحثوا على الامر، يتاكدوا من الامر. فانا هنا لا اقوم بالتشخيص، لا يمكن أن أقول لك أنت تعاني من المرض الفلاني، لأن الأمر وإلا فكنضربوا كاع القراية ديالنا في الصفر. راه نحن لسنا منجمين أو صحارى أو كهنوت حتى نقول له حط إيدي على إيدك كتعاني من هذا المرض. نحن نتبع طريقة علمية عبر مراحل للتأكد من المرض. راه فاش كيجي الإنسان عند الطبيب، سواء كان طبيب كيعمل في عيادة أو كيعمل في مستشفى، فكيحاول قدر الامكان التقرب من التشخيص. الا ما تمكنش من التشخيص راه كيطلب تحاليل وفحوصات للتقرب من التشخيص. كاينين حالات كتعرفهم بان هذاك المرض نسبه كبيره، ان نسبه الاصابه بهذاك المرض هي في الغالب انه مصاب بها، والا فانك غادي تطلب تحاليل. غير حنايا في السياق ديال يعني ديال المجتمع ديالنا وقله الامكانيات الاغلب الناس، فاحنا كنحاول المساعده ديالهم، ممكن نعطيو ادويه مساعده الى جاب الله التيسير فيها، هذا ما نريده. الى ما جابش الله راه ما غنبقاش نعطي غير في الدواء، خاصني نبحث على المشكل. انا فاش عطيت الدواء فانا افترض انك مصاب بذلك المرض، الى ما فاتكش الحال فهنا كنبدا نطرح اسئله، وبالتالي خاص المريض يتصنت لهذه الاسئله معايا. سي عبد الغني، كيف تتخلص من النخمة؟ النخمة الأخ كريم، ما عرفتش النخمة واش يعني ما عرفتش النخمة واش أنك كتحس دائما بأن الصدر ديالك عامر بالإفرازات إلى آخره. فهنايا بزاف ما يتقال، ولا يمكن أن أكلمك فقط هكذا النخمة. كاينين أدوية كنعطيهم هكذا، ولكن خصنا نعرف علاش كتكلم بعدا. أخت أو الأخ حسن، دكتور بالنسبة لبرودة الأرداف،
في الحال في الجو البارد. شوفوا الاخوان، غير شتي الا مشيتو غير واحد الفكره مهمه بالنسبه للطبيب، باش نتفاهموا، راه لا يمكن للطبيب ان يجيبك عن سؤال ليس فيه تفاصيل، عن مشكل صحي ما فيش تفاصيل. راه حنا قراوها لنا وبقاو كيقراوها لنا طوال المشوار ديال الدراسه. لا يمكن للطبيب يعطيك جواب شافي بدون تفاصيل. راه نحن لسنا ملجمين او ما نعرف هكذا راه غادي نلقاو الجواب. راه يمكن تكون يعني ان نفس العلامه قد تكون عاديه وقد تكون عن مرض مميت يقدر يقتلك على المدى القصير، عالما نفس العلامه، وبالتالي هنا كنحتاجوا تفاصيل. بروده الارداف اخ الكريم يقدر يكون ناتج مثلا عن الطقس البارد، يقدر يكون مثلا ناتج على مشاكل يعني يعني على الروماتيزم اذا كانت هناك الام مثلا. البروده في حد ذاتها فهو مصطلح غير علمي. البروده هل تعني به الاحساس بال يعني ان درجه الحراره على هذا المستوى فهي منخفضه، ام بروده في المفاصل، ام ماذا تعني بروده؟ قد يكون مرض عنده علاقه يعني بالاورده، بالشرايين، اظن بالعروق الى اخره. اذا فسؤالك ليس فيه تفاصيل اخ الكريم، يمكن لك توضع لي السؤال مع بعض التفاصيل على الصفحه وساجيبك بكل سرور. شكرا الاخ مصطفى اليمن على هذه الاضافه. نتمنى الاخت زينب بانني اجبتك بشيء من التفصيل على السؤال ديالك. الاخت تسنيم مريم تسال، بغيت نسولك بالنسبه ديال المكملات بحال الفيتامينات، واش ضروري استشاره الطبيب باعتبار ان التغذيه اليوميه ما كتكونش متكامله؟ وجزاك الله خيرا. من قال ذلك يا اختي الكريمه؟ التغذية المتوازنة متكاملة بزز، متكاملة، ما كتحتاج لا المكملات غذائية لا فيتامينات حتى شي حاجة. إلا كان الغذاء ديالك متوازن فيه جميع المجموعات الغذائية، فكوني متأكدة بأنك كتاخذي جميع العناصر الضرورية للجسم ديالك. كتاخذي الفيتامينات كاملة، كتاخذي الأملاح كاملة، كتاخذي يعني الالياف الغذاء النباتيه حتى هي، كنتي كتشربي الماء مزيان، كان الغذاء ديالك متوازن كيجمع ما بين السكريات يعني الصحيه والدهون الصحيه والبروتينات الصحيه، فالجسم ديالك التغذيه ديالك كتوفر لك جميع العناصر الغذائيه الضروريه لصحه يعني الصحه ديالك من هاد الناحيه، غير كوني متاكده. اما الا كنتي كتعاني من مشاكل ما عندكش مع مثلا بالنسبه لانك كتعملي حميه شويه صعيبه، او انك كتعاني من شي مرض معين الى اخره، فالمكملات الغذائيه انصح باستعمالها، لكن ليس يعني بطريقه مزمنه او بكثره. راه كل ما يوجد في المكملات الغذائيه يوجد في الغذاء. أخت ابتسام تقول، عندي طفل ذو 4 سنوات عنده بواسير، ممكن تعطيني نصائح؟ الله يجازيك بخير دكتور. بواسير عند الطفل الصغير عنده 4 سنوات أمر غير يعني ما كثيرش، ربما أنه كيعاني من شي مشكل على مستوى المنطقة النهائية أو الجزء النهائي من القولون، زعما غادي يكون من الاكل. لا اظن في هذا العمر هذا ما كنظنش بان المشكل ديال الاكل، يقدر يكون مشكل لان البواسير هي عباره عن اورده منتفخه، يقدر يكون شي مشكل على مستوى هذه الاورده الجزء كما قلت النهائي من الجهاز الهضمي يعني من القولون. وبالتالي هنا كنصحك انها ماشي هي البواسير عند الناس
يعني عند الناس البالغين، وبالتالي يمكن يكون هناك مرض مختبئ وراء تلك البواسير أو لا. وبالتالي أنصحك باستشارة أخصائي ديال الأطفال للتأكد من الحالة. إذا ما كان شي مشكل فيمكن أن يصف لك بعض المراهم وبعض الأدوية لمساعدة الطفل ديالك على التخلص من هذه البواسير. سي مصطفى كان كيتكلم على المشكل ديال فقر الدم، هو سوء امتصاص الحديد وكيكون مشكلة في القولون ومن بين أسباب الأكل السريع. هذا أخي الكريم ليس صحيحا، هذا هو اللي تكلمنا عليه دابا. ما كاينش هناك واحد الجواب صريح مباشر عن مشكل ديال فقر الدم، هناك عدة مشاكل اللي كتسبب في عوز الحديد، عدة مشاكل أغلبيتها هي بدات كتقل شيئا ما، لان هذا المشكل ديال فقر الدم كنلقاوه اكثر هي عند الاطفال وعند النساء الحوامل، لانهم التغذيه ديالهم غير متوازنه، او مثلا لان عند الطفل او المراهق او المراه الحامل كتحتاج لكميات اكبر، لان الطفل هو في نمو مستمر والمراه فهي حامل، وبالتالي خاصنا نعطيه كميات وفيره من الحديد. هذا كاين كما قلت، كاين هناك مشكل ديال الامتصاص مثلا عند الناس اللي كيعانيو من اسهال مزمن الى اخره، ولكن هذا ليس هو السبب الوحيد بل هو سبب هامشي كما يعني سي جوز دير، الا قدرت نقول لك فهو هامشي. الاخت عائشه تقول السلام عليكم دكتور، هل اخذ البروتينات النباتيه غير مضر بالصحه؟ هو كل شيء زاد عن حده انقلب الى ضده. طبيعة الحال فاش كتقولي اخذ البروتينات النباتيه، هل انت يعني هل تمارسين نوع معين، نمط معين من العيش، يعني انك لا تاكلين كل ما هو حيواني، يعني فيجيتاريان؟ اذا كنتي فيجيتاريان فبطبيعة الحال خاصك تاكلي بروتينات، والبروتينات ما غاديش تاكليهم مثلا في الفيجيتاريان. كاينين انواع في الفيجيتاريان، كاين اللي شويه فيجيتاريان، كاين اللي ما كياكل اي حاجه عندها علاقه بالحيوانات، كاين اللي كياكل مثلا البيض او الحوت، كاين اللي ما كلش فقط اللحوم الحمراء. المشكله الكبرى هي اللي ما كياكل لا ياكل اي طعام مصدره الحيوانات، يعني ما كيشرب حليب، ما كياكل البيض، طبيعه الحوت، اللحم الاحمر ما نذكروش، اللحم الابيض الى اخره. وحتى يعني البروتينات النباتية راها كاينة، ولكن راه ما كتعطيكش الكمية. البروتينات النباتية يعني كتكون مثلا في القطنية، أغلبية القطنية ما كتعطيكش الكمية الضرورية من البروتينات. إذا نتمنى أنك كتمارسي يعني كتكوني فيجيتاريان نباتية نسبيا، على الأقل أنك كتاكلي البيض وشوية الحوت والحليب، وبالتالي حتى البروتينات النباتيه راها غير مضره بالصحه الا ما كثرتيش من البروتينات النباتيه. واش غتمكن لك تبقى تاكل غير في القطنيه؟ ميمكنش. كاين بعض المكملات الغذائيه اللي كتقول بانها فيها بروتينات نباتيه، فعلا كاينه سبيرولين ايتترا. الاخ طارق يقول دكتور بغيت نسولك، انا ضربني البرد قديم ودابا ولا عندي مشكل حساسيه من البرد بزاف. يعني الاخ طارق انت دابا كتقول بان البرد هو اللي سبب لك الحساسيه؟ لا، راه قدر يكون عندك مشكل ديال الحساسيه وراثي، مثلا وراثي او عنده علاقه بالظروف البيئيه المحيطه بك، والبرد هو فقط عامل اللي كيبين هذا المشكل ديال الحساسيه. راه ماشي البرد القديم راه باقي عندك دابا، ما يمكنش. هذا مشكل الحساسيه كتبين بعض الظروف البيئيه الغير ملائمه للذات ديالك، مما كيجعلك كتحس مثلا مشكل الحساسيه. كنت كتكلم على ضيق التنفس، يعني ما يعرف بالربو، او حساسيه ديال الجلد الى اخره. كنظن انك كتكلم على مشكل ديال الربو اللي كيسميوه الحساسيه ديال الصدر. هنايا راه في الغالب انك تعاني من حساسيه الصدر، خاصك دير بعض الامور المتعلقه بنمط العيش، الابتعاد عن الجو يعني البارد، عن الناس اللي كيتصابوا بالزكام يعني بالامراض التنفسيه باش ما يعاديوكش، الابتعاد عن بعض مثلا كاين اللي ما عندوش الجسم ديالو لا يحتمل اي ان عنده حساسيه مثلا من الزغب ديال الحيوانات، الشعر ديالها
من الغبره القراديات من بعض من بعض الادويه بطبيعه الحال من بعض مثلا الاماكن الى اخره. ما انصحك به هو استشاره اخصائي جهاز تنفسي او حساسيه باش يحدد لك هذوك الامور هذوك العوامل او المواد اللي كتجعل ان الجسم ديالك كيقوم بواحد الرد فعل عنيف تجاه هذيك الماده اللي هي الحساسيه. هذا هو التعريف ديال الحساسيه، ان الجسم كيقوم برد فعل عنيف على بعض الامور اللي ما كيقومش ما كنقوموش حنا يعني ما كيقومش بها كتقومش بها المناعه عند الناس العاديين. عرض نفسك على اخصائي في الحساسيه من الافضل، ونسى هذيك الفكره ديال راه ضربني البرد قديم وباقي فيه هذا البرد وراه هو السبب اللي دار لي الحساسيه، راه ما كايناش هادي. شكر موصول الاخ عبد الله. كنظن بانني اقتربت من انهاء الاسئله. الاخت ابتسام تقول ما هي اسباب البلغم والقيء؟ الاخت الكريمه راه دابا فاش كتقول لي اسباب البلغم راه بغيتي الدرس كامل، والقيء راه درس اخر. ما هي الحاله التي تعاني منها؟ هل انت مصابه مثلا عندك مشكل ديال التقيؤ في الصباح كل يوم مع البلغم؟ واش هل انت المصابه؟ فحال مثلا هاد الحاله اللي كتقولي انت البلغم والقيء في الصباح، هذه كنلاحظوها مثلا عند الناس اللي كيكونوا مدخنين مزمنين، كيكون مدخن 20 سنه 30 سنه، كيوصل واحد الوقت انه يوميا بعد يعني الاستيقاظ كيمشي للحمام وكيبدا في السعال وكيخرج البلغم وكيتبعو حتى القي، كنسميو حنا لا طواليت دي برونش، انه اثناء الليل هذوك الافرازات ديال الجهاز التنفس يعني ديال الرئه ديال الشعب الهوائيه القصبات الهوائيه عفوا، هذاك الافرازات كتبقى في القصبات الهوائيه. فاش كيفيق الانسان الجسم ديالو كيحاول يخرجها، وبالتالي كيحدث هذاك البلغم الكثير وكيكون معاه تقيؤ. هذا انسان مثلا مدخن قديم مثلا، نعطيك غير مثال، انا ما عنديش تفاصيل باش نقول لك واش هذا هو المشكل او لا، نعطيك غير مثال. وهذا السيد او السيده المدخن المزمن ففي هذه الحاله فهو بدا كيتصاب بواحد المشكل ما عندوش العلاج، كتولي عنده التهاب الشعب الهوائيه المزمن، ويمكن يتحول لواحد التهاب اخر اللي ما عندوش دواء، وكيولي العلاج هو فقط بالبخاخات الخاصه بالربو، ويقدر ما يكونش يعني ما يساعدوش على العلاج. اذا لكان ممكن اخت كريمه تعطيني بعض التفاصيل باش نوضح حتى انا نعرف علاش كتكلمي يعني بالتحديد. سي حسام بوزيان، كاين الغولاسيون انتر لو طو دانسولين الكومبلكس هيبوثالامو هيبوفيزير لا سيكريسيون هرمونال في لا في انتراوتيرين بور لومبريوجينيز ميرسي. كيل لا غولاسيون طودنسولين الكومبلكس هيبوثالامو هيبوفيزير في لا سيكريسيون هرمونال في لا في انتراوتيرين بور لومبريوجينيز. صراحة ما فهمتش السؤال ديالك تماما، ما هي العلاقة ما بين مستوى الأنسولين والكومبلكس إيبوطالامو إيبوفيزير في لا سيكريسيون هرمونال في لا في انتريوتيرين بور لومبريوجينيز؟ بغيتي تقول بأن الأنسولين كي يعني يؤثر في لومبريوجينيز، أو أن الأنسولين والهرمونات اللي كيتنتجوا على مستوى الدماغ يؤثرون في تشكل الجنين؟ ما فهمتش السؤال ديالك الاخ كريم. هذا سؤال طبي اظن، يمكن لك تبحث عليه على الانترنت، ولكن انا اصلا ما فهمتش السؤال، فيه بزاف ديال التفاصيل. يمكن لك لا قدرتي تعاود تفورمولي السؤال ديالك ممكن نساعدك. سلام دكتور، عندي سؤال عن تقرحات الفم، ما هي يعني ما هي اسباب ظهورها وكيفيه علاجها؟
رغم اني من بعد ولادتي ومع الرضاعه ولاو كيجيوني بصوره متكرره، وعملت تحاليل ديال الفي اس كانت شويه طالعه، وعطاني الطبيب غير مرهم لمساعدة الاكل، عندي نقص في فيتامين دي. على اي الاخت التقرحات في المرايا لا تكلمت عليهم، كاين هذاك المشكل ديال مرض بهجت، ولكن كنظن الا كانوا غير تقرحات ديال الفم ويلاه بداو كيظهروا، التحليل كما ديال الفي اس راه غير كافيه، غير كافيه تماما. غادي تستعملي هذوك المراهم اللي كيعطيك الطبيب ومراهم اخرى وبخاخات الى اخره، الا كانت مثلا مره الى مرتين في السنه، وكنتي مثلا من الناس اللي عندهم شويه التوتر العصبي الى اخره، فهذا امر طبيعي. راه اغلبيه الحالات ديال لي زافت، كنا كنتكلموا على لي زافت، فكيحدثوا عند النساء، يمكن يحدثوا عند الرجال، ولكن اكثر النساء اللي عندهم شويه كما كنقولوا خاطرهم شويه دغيا كيتقلقوا، دغيا كيتعصبوا، دغيا كيتوتروا. الا بغيتي تمشي في الطريق البحث عن السبب اللي يمكن ما تلقايهش، خاصك تعملي التحاليل الخاصه بالروماتيزم بصفه عامه، تحاليل تخص هذا المرض ديال بهجت على وجه الخصوص. نقص فيتامين دي في الغالب العلاج ديالو راه معروف، يعني يمكن تاخذي الى كان نقص كبير، او انك تكثرين من استهلاك الاطعمه الغنيه بالفيتامين دي. سي عادل اصبر يقول دكتور مشكل بومزوي، الاخ الكريم انا تكلمت عليه مرارا وتكرارا، ممكن الاخ عادل يدخل على الموقع الخاص بي، راه هناك موضوعين على بومزوي زائد فيديو اتكلم فيه عن بومزوي من الالف الى الياء، ابقى ما يتقال في بومزوي. ان شاء الله الاخت الكريمه مرحبا بك في اي وقت. الاخ عبد الله كيقول بانه كيعاني من القبض وعنده واحد الجرح في المخرج ديالو، ان فيستول، لا فيستول الاخ الكريم خاص العلاج ديالها. كاينين ادويه مراهم، الا ما نفعش العلاج بالادويه وبالمراهم فالعلاج جراحي، جراحه موضعيه، ليست جراحه بالتخدير العام الى اخره، بل هي جراحه موضوعيه موضعيه. الفيستول تقدر تكون فيستول عاديه، جرح عادي، او جرح مثلا ناتج على مثلا السل مثلا، خاص علاج المرض وعلاج التقرح. اذا الا كنتي استعملتي الادويه كامله وباقي ما عملتي لا تحاليل لا والو، خاصك تعمل التحاليل، خاصك تعمل المنظار الطبي الخاص بالجهاز الهضمي يعني بالمخرج، باش يتاكد من الفيستول ويقدر ياخذ عينه منه، او يطلب تحاليل خاصه مثلا بالسل، كاينين امراض اخرى، ويتحقق من اصل المشكل والعلاج كما قلت، سواء بالدواء والمراهم او حتى بالجراحه الموضعيه. علاج مرض الوردية، أخت ابتسام تقول ما هو علاج مرض الوردية؟ مرض الوردية صراحة ما عرفش هاد المرض، واش كتهضر على لاغوزيول؟ اسمحي لي سأبحث عن هاد المرض، بالعربية ما عرفتوش. ماشي هو الغزيول، لا اظن انه هو الغزيول. الاخت الكريمه غادي نبحث على مرض الورديه ونعود الاجابه عليه ان شاء الله. نتمنى انك تفكريني الى ننسى، انا غادي نحاول نبحث على هذا المرض الورديه، لان احنا الدراسه ديالنا كتتم بالفرنسيه صراحه. الامراض الشائعه راه حنا كنتعلموها بالعربيه، الامراض اللي اقل شيوعا فاحنا ما كنعرفوهاش مزيان. فاش علمتيني بهذا المرض الورديه غادي نحاول نبحث فيه ونجاوبك إن شاء الله.
سي عبد الغني قال لك النخمة في الحلق، واش كتحس الاخ الكريم بان هناك مشكل ما على مستوى الحلق، ما كتقدرش تبلع، ما النفس عندك شويه ناقصه الى اخره، ولا انك بالفعل كتقوم باخراج هذه النخمه؟ هل انت مثلا مدخن؟ اذا كنت مدخن فالجواب عندك، خاصك تبتعد عن التدخين مثلا. الاخت مامات محمد امين فكتكلم كتقول بان الزوج ديالها عنده الم في الرجل ديالو مع بروده، واش بدايه السياتيك؟ والف شكر الاخت الكريمه. السياتيك راه الالم كيبدا على يعني على مستوى الفقرات السفلى ديال الظهر، راه ما كيبداش في الارجل، كيوصل حتى للارجل، ولكن كيبدا من الفوق على مستوى الورك، فوق الورك حتى، يعني واحد الالام بحال شي خيط ديال الضوء كيألم، كيعطي واحد اون ماس بحال لاماس ديال الضوء، هذاك هو السياتيك، هذا هو التعريف ديال السياتيك. اما اذا كان الزوج ديالك فقط كيعاني من الام في الارجل ديالو، فهنا يمكن تكون بزاف الامور مع البروده، يقدر يكون فعلا مشاكل ديال الروماتيزم في المفاصل، يقدر يكون مشاكل على مستوى العروق يعني الاورده الشرايين الموجوده في الرجل ديالو، راه معروف واحد المرض. يقدر يكون بزاف الامور، يقدر يكون مثلا لاغوت على حساب حده الالام، على حساب التواتر ديال الاعراض الى اخره، ولكن السياتيك راه هي الام تنطلق من الاعلى يعني في رجله كامله، يمكن تمشي حتى الاصبع الصغير او الكبير او توقف على مستوى الركبه الى اخره. اما الام موضعيه فهي ليست سياتيك، الام موضعيه على مستوى الارجل فهي ليست سياتيك. السياتيك بالعربيه راه كاين واحد جوج المواضيع عندي في الموقع، يمكن تدخلي على الموقع وغادا تشاهدي الاعراض ديال السياتيك، وممكن كديك الساعه تقارني بينها وبين الاعراض ديال الزوج ديالك. الموقع هو makingbest.com، ممكن تبحثي عليها في الخانه ديال البحث وغادي يخرج لك جوج المواضيع كيتكلم على هذا المشكل ديال عرق النسا اللي هو السياتيك. مرحبا بالإخوة والأخوات بطبيعة الحال، نحن في خدمتكم. دكتور، هل هناك علاج نهائي لفيروس الهربس على مستوى الفم وأحيانا يصيبني في الجفون؟ شكرا دكتور. الهربس يعني الهربس راه كاينين مراهم كتستعملوا، غير هو المشكل خاصك تبتعدي على العوامل اللي كتسبب في خروجه. هذاك الهربس على مستوى الفم راه في اغلب الحالات اش كيكون واقع؟ كيكون مشكل ديال القلق والتوتر النفسي المزمن، كيخرج هو اللي كيتسمى السخانه ديال الفم بطبيعة الحال، والاكل ديالك خاصو يكون حتى هو نظيف الى اخره، ما يكونش مثلا تدخين، ما يكونش اكل بهارات كثيره، داكشي الحاجه الحاره المالحه الى اخره. ولكن اكثر العوامل اللي كنصادفوها حنايا في الخدمه ديالنا في العمل ديالنا هي ان النساء كتحس يعني هما كيعترفوا بانهم عندهم توتر شبه دائم اللي كيتسبب في خروج هذا المشكل ديال الهربس. الهربس بطبيعه الحال هو مرض فيروسي تعفني، فيروس، ولكن هذاك التوتر المزمن كيساعدوا على باش يرجع، باش عاوتاني الانسان يتصاب على مستوى الفم ديالو. سي عمر كيقول كل ريجيم يعني اي حميه تمكنني من التخلص من 10 كيلو في الشهر؟ سؤال كبير، سؤال طويل عريض الاخ الكريم. انا ما انصحك به هو ان يكون غذاؤك متوازن، لا افراط ولا تفريط. هنا كنتكلموا على السمنه الاوليه، السمنه الغير الناتجه عن امراض، كاين مجموعه من الامراض كتسبب السمنه، السكري، التكاسل الغده الدرقيه اللي معروفه بالكواتر،
مشاكل اخرى هرمونيه الى اخره. انا كنتكلم عن السمنه الاوليه. السمنه الاوليه فيها واحد الجزء وراثي، يعني ان العائله تقريبا اغلب افراد العائله كيعانيو منها، ولكن كتبقى انت صاحب القرار ديالك والمستقبل ديالك. الا عرفتي بان الاكل ديالك، بان الغذاء ديالك فيه واحد التفريط، حيد هذاك التفريط. الخطوط العامه ديال الحميه هي الابتعاد عن الاطعمه المشبعه بالسعرات الحراريه. كتاكل، كتفطر، كتغدى، كتعشى، وتقدر دير الكوت الى اخره، ولكن ابتعد عن الاطعمه الغنيه بالسعرات الحراريه، اللي هي الاطعمه الغنيه بالدهون المشبعه. لازم كياكل هادشي ديال الاكلات او الاطعمه يعني ديال السريعه غنيه بالدهون، الاطعمه الغنيه بالسكريات اللي عندها مؤشر ديال السكر عالي اللي كتسبب حتى هي في ازدياد الوزن الى اخره. دابا ولا الريجيم الحالي راه ماشي تنقص من الماكله، هي ان تنوع من اكلك، ان تكثر من اكل الخضر والفواكه، ومثلا الخبز الكامل، شرب الماء، الابتعاد عن كل ما هو صناعي، الابتعاد عن كل ما هو متوفر في الباتيسري وفي المحلبة وفي البوكاديوس وفي الماء وما شابه. وبالتالي ستلاحظ بنفسك بأن وزنك ينقص شيئا ما، يعني تدريجيا. أما أن تحاول نقص 10 كيلوغرام في شهر واحد، فأنا لا أنصحك باتباع تلك الحمية التي تقول لك كل فقط تفاحة في النهار، أو اشرب فقط الماء، أو مثلا هذوك الحميات الغنية بالبروتينات إلى آخره، فتلك ستهدم صحتك. خاص يولي عندك نمط حياة جديد اللي يمكنك من يعني أنك تستمر، أو أن الصحة ديالك ترجع لك. ما تبقاش تفكر أنت في الوزن، فكر في الصحة. غير إلا عملتي الأمور اللي عندها علاقة بالصحة، التغذية الصحية المتوازنة المتنوعة التي لا إفراط فيها ولا تفريط، فغادي تبدا نقص الوزن ديالك يعني تدريجيا. ومع الوقت راه غادي يعني غادي توصل الوزن المثالي اللي كتبحث عليه. شكرا جزيلا الأخت فاطمة. علاج الهيدية ضد هنا الأورام اللي فيها بالرحم. الأخت هيدية، الفيبروم، الأورام اللي فيها، هناك علاج بالهرمونات، هناك علاج بالجراحة، والجراحة فيها أشكال وأنواع. إذا كان عندك الأورام كتدخل بزاف المعايير باش نقولوا بان هذه الاورام تحتاج اصلا الى علاج او لا تحتاج. مثلا بالنسبه للمراه اللي وصلت للسن ما يعرف سن الياس، ماشي مشكل الا كانت المراه ما كتعاني حتى شي علامات الام او نزيف الى اخره، ما كتحتاج دير لا جراحه لا ادويه لا والو، لان هذوك الاورام اللي فيها تدريجيا يعني ستتم او يعني غادي يمشيو غادي يختفيو لوحدهم في اغلب الحالات. مثلا عند المراه اللي باقا اون اكتيفيتي جينيطال، يعني باقا صغيره، باقا كتجيها الدوره الشهريه، مثلا عندها مشكل الدوره الشهريه غير منتظمه الى اخره، فهنايا يمكن على حساب عاوتاني العدد ديال الاورام الليفيه، الحجم ديال الاورام الليفيه، فين كاينه المراه مثلا ولدات، حامله باغا تولد، عمرها ما ولدات الى اخره، تقدر تحتاج الجراحه، الادويه، الجراحة والأدوية إلى آخره، على حساب الحالة. إذن على حساب الفحوصات، على حساب الفحص السريري، الفحص بالصادة، يمكن الطبيب هذيك الساعة يعطيك حل المشكلة ديال الأورام الليفية بطبيعة الحال إذا تعلق الأمر بالأورام الليفية. الإخوة اللي باقين معنا، واش كاين الصوت؟ واحد كاين واحد الأخ هنا كيقول بأن الصوت غير مسموع، واش كتسمعوني او لا؟
الأخ صلاح مرسلي الشرقاوي يقول بأن الصوت غير مسموع. معنا بعض الإخوة، هل ممكن تأكدوا لي هذه القضية، واش مسموع أو غير مسموع؟ اوكي شكرا للاخ يونس. اذا الصوت مسموع، خاص نشوف المشكل اللي عندك الاخ صلاح، راه الصوت مسموع. اذا الاخت رشيده، هذا هو السؤال الاخير. الصوت غير مسموع. الاخت رشيده كتقول بانه السلام عليكم، علاج الكحبه يكون فعال والاكثريه بالليل. دابا الاخت الكريمه، الكحبه يعني الكحه او السعال، هو علامة مرضية، علامة مرضية الجسم هو اللي كيعملها للتخلص مما يفترض أنه عناصر دخيلة كاينة في القصبة الهوائية. الجسم كيحاول أنه يخرج ديك العناصر الخارجية، يخرجها يعني يدفع بها الخارج. وبالتالي فالتساؤل هو ما هو السبب الكحبة. حنا راه ما كنعطيوش سيرو ديال الكحبه، راه خصنا نعطيو علاج للمرض اللي كيتسبب في هذه الكحبه الليليه. نعطيك غير مثال، مثلا باش نتفاهموا، راه مثلا الا كانت الكحبه عندها علاقه بالربو بالضيقه، فاغلب المشروبات الخاصه المضاده للسعال فهي ممنوعه. وشحال من شخص كيجي عندنا كيقول لك راه كنعاني غير من الكحبه، او كيكون خدا ديجا كيكون خدا مشروب خاص بالسعال وتزاد عليه الحال. لان كاينين مشروبات فيهم ماده الكودين، كاينين مشروبات ممنوعه، اغلبيه المشروبات قلت لك ممنوعه في الربو. مثلا السعال اللي كيجي في الليل كيكون اكثر عند الناس اللي عندهم الحساسيه، اللي عندهم الربو، هذا يكون مشكل ديال، بالخصوص اذا كان هذه الكحه يعني ليست بالقديمه، ليست بالمزمنه. يعني يمكن لك تشربي غير الماء مثلا، او تستعملي بعض العلاجات الطبيعية التقليدية اللي الأمهات ديالنا والجدات ديالنا كانوا كيعطيوهم لنا. أما كانوا علامات أخرى، كحبة مثلا، سعال، ضيق في التنفس، أصوات صفير في الصدر، ما كتقدريش مثلا، لا تستطيعين الاستمرار في الرقود، يعني ما تقدريش تكملي الناعسة، كتنوضي كتحسي بواحد النوع ديال صعوبة التنفس. الكحبة كثرات، هناك حمى كثيرة إلى آخره. فهنا بطبيعة الحال خاصك تستشري الطبيب، خاصك تستشري الطبيب إلى هذه الكحبة في حدود 3 أيام أو 4 أيام ما عطاتش، ما بينتش راسها مزيان، بقات غير الكحبة أو تزادوا بعض الأعراض الأخرى. فهنا خاصك تستشري مع الطبيب باش يتعامل مع هذا المشكل اللي سبب الكحبة. أما الكحبة أو السخانة أو التعرق، هذه ردود فعل للجسم لواحد المشكل كيعاني منه، عنده واحد البروغرام، واحد البرنامج كيحاول يفعله باش يسرع من وتيرة العلاج. يقدر هو بالعكس هذاك المشكل، فمثلا الكحبة أو السعال، بالخصوص السعال الحاد الجاف، فهو كيسبب مشاكل نرفازة، آلام في يعني في الرأس، صداع في الرأس، آلام في الظهر، لأن هذيك السعال الحاد كيأثر بزاف، ولكن الجسم كيقوم به لأنه يريد التخلص من شيء ما. إذا كما قلت لك كيبقى السؤال هو ما هو سبب هذا السعال. الاخت كريم حليمه راني جاوبتك على السؤال، اظن ما كنتيش معنا. اخت حليمه اس ال ام، لقد اجبتك عن السؤال مباشره بعد الانتهاء من البث المباشر. حاولي ترجعي حوالي منتصف الفيديو او اكثر بكثير، وغتلقاي الجواب على السؤال ديالك. اذا كنظن انني وصلت لنهايه الاسئله. كاينه الاخت
كاين واحد الاخت كريمه سولتني على لا غوزايول كنظن الى اخره. هنا انا غادي نتاكد بانها هي وساجيبك بطبيعه الحال على السؤال ديالك. كنفضل انك تكتبي السؤال ديالك في الصفحه الخاصه بالبث المباشر وساجيبك كتابه على سؤالك في القريب العاجل. الصفحه راه هي اللي عطيت اللي كاينه في الموقع. هو يعني في هو اخر مقال قمت بنشره. المرجو اعاده كتابه السؤال ديالك في خانه التعليقات على هذا الرابط وساجيبك عليه ان شاء الله في القريب العاجل. اذا نشكركم على التواصل ديالكم معنا. بطبيعه الحال ما غتكونش هذه هي اخر ما يكونش هذا هو اخر بث مباشر. نتمنى انكم استفدتوا شيئا ما من الاسئله اللي طرحوها الاخوه. انا معكم بطبيعه الحال حتى خارج نطاق البث المباشر، اجيب على جميع الاسئله سواء عبر الصفحه في الفيسبوك او تويتر او على اليوتيوب، حيث كاين مجموعه من الفيديوهات ديال النصائح الطبيه، او على الموقع. انا افضل كثيرا الموقع لانك كنترك الاسئله في الموضوع اللي كيهم السؤال، وبالتالي الاخوه اللي من بعد كيطالعوا الموضوع وكتكون هناك تفاصيل في الاسئله كيستافدوا حتى هما اكثر. اذا كنشكركم كما قلت على المتابعه ديالكم لهذا البث المباشر اللي دام تقريبا ساعتين الى ربع. معادنا يتجدد في قريبا باذن الله، والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.